السلام عليكم اخوتي، كملوا التحيه ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج. كنبلغوا التحيه ديالنا من هذا المنبر، كنبلغوا التحيه ديالنا لجميع اصدقاء واخوان والعشره اللي كيساندونا واللي كيتضامنوا معنا في هذه القناه محمد الضبيل. فهمتي اخوتي؟ القصه اليوم اللي غنعاودوا لكم ديال المخالطات، ديال المخالطات وديك اللعبه ديال الاصدقاء وديك اللعبه ديال عشيري صحيبي، بزاف ما يتقال في هذا المجال بحال هذا. وهذه المعالقه هذه غادي تكون فيها شباب مع الشابات كيعمروا في شي بلايص بحال هدايا، وانتم كتعرفوا شي كيبقى يبخ على شي. والقصه ديالنا اليوم على حساب هذه المنطقه اللي غادي نعاودوا لكم عليه، راه عارفينها بزاف ديال الناس وشنو المصير ديالو في الاخر. حنا كنبغيو ننبهو هاد الشباب على عدد الناس ضاعوا بحال البنات بحال الولاد، وضاعوا في هاد الطريق بحال هادي. وكاين بعض بنادم كينسى راسو بعض الساعات في المعشرة أو لا في المخالطة أو شي حاجة، كينسى الخدمة ديالو، كينسى أهلو، كينسى حبابو، كيبقى ماشي على الهاوية. هاد الدراري هادوما معاشرين مع بعضهم، ملي كيتلاقاو في العشية كيمشيو لواحد البلاصة، وهاد البلاصة هادي كيتقاو فيها كاين البنات وكاين الولاد. وانت كتعرف الشباب كتسمى المراهقة، بحال الشابات بحال الدراري، كيتجمعوا مع بعضهم كدا، هادي عندها العشير ديالها، هذا عنده العشيرة ديالو. وانتوما كتعرفوا انت مول الخير، كل واحد كيفاش كيهضر وكل واحد كيفاش كيتصرف وكل واحد كيفاش كيعيش في الحياة ديالو، ما كاينش شي حاجة كيعمل ما بغا بالعربية. وانتو كتعرفوا اخوتي كتعرف هاد البنات هاد الوقت هذا، وهاد الدراري بعض منهم ما كنعلموش على كل شيء، بعض منهم ما كيعرفش راسو حتى كتوقع له مشكله او كتوقع له حادثه، عاد كيعرف راسو فعلا كان ماشي في طريق ولاويه. هاد الدراري هادو ما بالاول كان حتى كتعرف تقاويه الكاروك داو هادية من الكاروك الواجوانات، حتى ديك الدريات معاهم هذيك صحابات القلوه جوانات. وانتم كتعرفوا عندي عندك ديما عايشين بحال هذا وكذا، ديجا واحد فيهم قال له ما كيفاش ما نكريوش شي محل بحال هذا، شي دار ولا شي حاجه، ونبقاو نجلسوا جماع وكذا ونتجمعوا فيها وكذا، هادي ملي نسالهم القهوه ولا نسالهم شي بلاصه نبقاو نجمعوا فيها. قال له ياه، قال له نعملوها بحال والو، والدراري خدامين على راسهم وكذا وهادي. المهم غندبرو ما ندبرو، ما يشوفو واحد الوليد، وهاد الوليد هذا كاين الخير موجود وكذا وهادي، ماسك عليه الله، العائله ديالو مزيانه. وانت كتعرف بنادم ما كانش مبليز داق مبلي معاهم بالكارو، او دابا قلبوها جوانات، الناس ولات كتطور في البليه، الناس كتطور في شي حاجه مزيانه، وهادو بدا كيطوروا في البليه، وبلاو معاهم حتى ديك البنات، وبقاو ماشيين مع بعضهم. هيداك دابا الكارو الجوانات والشيشه، واحد النهار شي واحد فيهم مع ديك الولد هذاك ماسك عليه الله والعائله ديالو مزيانه، شي واحد فيهم تخلط معاهم وكذا، وهادي كيكمي كراك، واحد النوع ديال المخدر كيعيطوا له الكراك، كيتعمل في القريعه وكذا، وهادي ديك الشيء بليه كتبان زعما بحال شيشه صغيره، هو الكراك، واحد النوع بحال منظر ديال الكوكا بحال اللي كضرب الباصي، هو كيعيطوا له الكراك، كيعرفوا الناس، والناس اللي جايله ومسافره وضربه اوروبا وضربه كذا، كتعرف هذا النوع ديال الكراك، وكتعرف هذه البليه كيفاش، البليه صينيه، هما اللي كيكملوا داك الكراك صغير هيدا في قريعه وكذا، هما اللي كيستعملوا هذه البليه. شي واحد وصل لهم شي حاجه بحال هيدا، ملي مشاو للدار بغاو يجربوا ديك الشيء هذاك، جربوا ديك الشيء هذاك مع ديك الود اللي ماسك عليه الله، هي هذيك مع الفلوس موجوده وكذا وهادي، وكيصرف وكيبيتيرهم وكذا، هو اللي كيقوم بزاف الادوار في هاد البليات بحال هادو. شنو وقع؟ بقاو ديك البنات وديك الدراري، شي واحد فيهم تما ما عنينا البليه هادية، بداو كيجيبوا الخمر، بداو كيجيبوا كذا. واحد الليله من الليالي كتعرف الناس نسات راسها، شحال هما عشرين مع بعضهم، ما يوقعش كيما يوقع، ناض شي واحد بحال هدايا، فهمتي
اتصل ديك العائله اللي مع ديك الولد اللي ماسك عليه الله من شي واحد فيهم كدا وهادي هما ثلاثه بهم وهذاك الرابع تزاد. اتصل ديك العائله اللي معاهم وكدا وهادي واحده منهم. المهم كلشي مقلوب، كلشي في ديك الدار كلشي مرون، هذا ما كيعاود هذا وهي معايا اخو مع ديك العائله اللي ماسك عليه الله ويدي نديرو بخير وكدا وهادي. المهم ما وقع والو كدا وهادي، كلها فين مشاو كدا وهادي. اخرى عارفه اللي قام ديك الدور وكدا وهادي، بقات مع سقط الطاقه معاها اخر عاود الطاق الرق. المهم اربعه د البنات بحال عملوا اتحاد مع بعضهم، اربعه الدراري بحال عملوا اتحاد مع بعضهم قصارين وكذا مع التبلو وديك الكراك. شوفوا كينعسوا مع بعضهم، ديك الشيء اللي ما كانش في الاول ولا في الاخر، ولا تبليه والاغتصابات والناس ما بقاتش كتعرف الطريق ديالها، ولات كتسامح حتى في راسها، ولاو كيسامحوا بزاف الحاجات. اذا الناس تبلات بواحد البليه خطيره وما تقدرش تبعد منها. هو هذا الكراك هذا بداو قلنا لكم من الكارو الجوانات ما خلاو لا ضرب اللي ما عملوا، نفحوا البيضه ما خلاو شربوا الخمر، وبقاو ماشيين في هذا الكراك هذا، بقاو ماشيين في هذا الكراك والخمر وديك الدار وكذا. والوالدين ديالهم كيقولوا الدراري كيقراو والبنات كيقراو، هو ما كاين لا قرايه لا والو اخوتي، بنادم ماشي لاويه وما كاين لا قرايه لا شي حاجه. الناس ماشيه في واحد الطريق ما صالحاش. هذيك البنت الاوليه اللي وقع لها ناض ليله واحد من هاد الدراري هذا واغتصبها، هي عارفه هذاك اللي اغتصبها في الاول، بقات بحال حقدت عليه، بحال حقدت عليه وكذا وهادي ومع ديك البليه وديما وكذا وهادي. وهذاك الولد اللي عنده منيات هي النيه ديالها زعما هذاك اللي عيتزوجها وكذا مع ديك البليه مع ديك التقاصر وكذا، كلها بديالو كلها بعشيره ديالو كلها بصديقه ديالو. حتى واحد ما عرف شنو وقع لديك البنت وحده منهم، شنو وقع لها. كل واحد عنده صديقه ديالو، فعلا كل واحد مغتصب وحده ديالو. اما هي وحده هذيك مغتصبه واحد منهم واغتصب واحده اخرى الثانيه، مغتصب جوج، مغتصب هذيك صاحبو ومغتصب واحده اخرى كتكون معاه. تا واحد ما عارف الا الله سبحانه عز وجل وهي، وحاقد عليه بلا ما تبين، ولات مدمنه على ديك الكراك والخمر. ماك خصاصي دائما كدا هادي، ولات كتسرق الدار ديالهم، ولات كتعملها ب 16 كتحضر، خرجت حتى الزنقه مورا الدار ديالهم، ولات كتعمل اشياء اللي انتوما انا نهضر وانتوما كتعرفوا. البنت باقا صغيره وجميله، ولات كتعملوا بشي اشياء خطيره اللي باش ما يعرفها حتى واحد باش تجيب حتى هي الفلوس. ولات كتمشي مع ناس كما كيعاودوا كدا وهادي باش كتجيب الماده. وشكون اللي يعاود هاد الشيء هذا؟ كيعاودوا ديك الصديق اللي كان عنده الفلوس واللي عاش مع هاد الاصدقاء واللي عاد تاخر لهم جميعا في السجن. ثلاثه بهم عجموا حب وتبن. وشكون السبب؟ هي الدري هادي اللي خرجت من الزنقه بلا خبارة. هما ربعه بهم حق اخرين ما خرجوش من الزنقه بطريقه بحال اللي خرجت هادي وتعرفت. علاش اخر؟ انا قلنا لكم بنادم اغتصبها، كانوا قصارين في الدار وهي معز الصديق ديالها، بحال جات الفرصه وكذا هادي ودات فيها. هذا هي باش حقدت وباش عاد تخرج هاد الشيء اللي هادي كما كنقولوا حنا هاد المجموعه هادي شحال وقع فيها. باش كنقولوا الشباب بنادم يرد باله، وبعد ساعه الثقه كتعمل الشقيقه وكتضيع الحياه بنادم. هذه هي الثقة، بعد ساعة دعم الثقة وراه تمشي لك حياتك كاملة. هذا هو المشكل اللي غيوقع في هذه القصة هذه، وتبعوا معنا حتى الآخر. هاد البنت هذه حنا ما نويناش كما كيقولوا الدراري وكذا وهادي، عادي تكون هاد الجريمة هذه اللي عاد وقع في الآخر القصة. حنا مازين باش تعرفوا شنو كيوقع مني كتولي البلية وكتولي الحقرة. والبنت كانت جميلة وباقا صغيرة في العمر ديالها 17 عام، وزادت معاهم كملت 18 عام في الهاويه وشي حاجه ما تصورش، عرق صاير ولا دروك. ولات مدمنه معروفه، معروفه عند الدراري ملي كتجلس في القهوه تضرب جوانات، جبرت شي واحد كيطاسي الطاسي ويوصل فلوس كتبس على الماده. ديك الصديق ديالو ملي عنده الفلوس هي عشيره ديالو،
وبالحق دابا النيه ديالو هو اللي وقع له مع المشكل ولا كذا، هو ماشي هو هادشي من بعد غنعرفوه. كيقول زعما هو السبب اللي باش خرجت هاد العائله هاد الطريق وخرجت على راسها وخرجت على بزاف الحاجات، زعما هما اللي كانوا مع بعضهم كيعمروا باش خرجت هاد العائله من الطريق. فهمتي يا خوتي؟ هاد البنات صحاباتها تا هما حق هادوك صحاباتها بحال متبتين، ما باينش عليهم، كل وحده صابره في العشير ديالها. انت كدعر ديك النية غدا تجوج بيه، غدا يتزوجو، غدا يوقع، غدا هادي، غدا هادي، باقا مس الأمل ديالهم وكذا، باقين كيجلسو، باقين كيقصرو، ودراري شباب وبنات صغار تا هما شباب ماشيين مع بعضهم. أنا كنقول لك واحد المجموعة كتعمر في القهاوي وكتعمر في البلايص هايدا ويمشيو للبحر مع بعضهم، ميخليو تا بعض تا بلاصة مع بعضهم، الطبيعة كيضربو الأيام الصيفية كاملة مع بعضهم، يكريو دار ويعيشوا مع بعضهم وكذا وهادي، حتى عادي يوقع اللي غيوقع. وتبعوا معنا القصه حين عاد تشتت القضيه كيفاش غيوقع. هذاك اللي اغتصب ديك الدريه وما عرف حتى واحد، مره بدا كيدور بها وكيتعاود هو وياها وكذا وهادي، او يا عارفها وكيتعاود معاها وكذا وهادي وكيتسقط عليها مره ما عرف حتى واحد، واخا عنده الصديقه ديالو. كيتسمى بحال اللي نبغيو نقولوا بنادم كيفرض، كما كنقولوا حنا بالدارجه، بنادم كيفرض السلطه ديالو، واحد من ديك الدراري كيفرض السلطه ديالو، كيفرض ديك الرجوله ديالو، واخا باقي صغير كيبغي كيبغي بالعربيه، كيبغي كما غنقولوا لكم حنا كيفاش غنقولوا له بعدك، كيبغي يتسيطر. عنده صديقه ديالو ومسيطر على الصديقه، الصديق ديالو هو اللي اغتصبها، ومره كيدور بها كي فهمتي، كاخر معاها التخبيعه وفي السر وكذا، وبزاف ما يتقال في هذا المجال بحال هذا. فهمتي يا خوتي؟ تا واحد ما عارف من غير الله سبحانه وهي ديما كيوقع له معاها هكذا وهادي، والصداعات واحد المره تبغي واحد المره ما تبغيش، على حساب ياس هي كتبغي ديك الولد اللي عنده الرزق وعنده كذا وولد مزيان وكذا معاها، وهاد بنادم هذا طاح عليها، وخا في العشرات وخا في كذا بحال اللي غنقولو خرج خائن، خان صحابو وخا نتا ديك البنت هذيك ضحك عليها وكذا وهادي وداز فيها. إذا هنا الاغتصاب عنده، فهمتي، هو ما عنده غير، هو عنده الغرض عا في الغريزة، ما عندوش ديك الفكر ديال الحب ولا كذا وهادي، سيطاري بنادم كيتسيطر، باغي يتسيطر على صحابو، تسيطر على السيدة العشيرة الصديق ديالو، تسيطر عليها وصدق مغتصبها، وخا هو عنده صديقة ديالو حتى واحد ما عمرو تشاف فيها ولا طمع فيها شي واحد، وهو كيتصرف هاد الصرف هذا اللي ماشي مزيان، صرف متسلط، صرف ديال الحقارة كما كنقولو حنا بالدارجة، وخرج في ديك الدراري هو اللي حقار، واحد فيهم ديما كينقز النقلة وديما هو وكدا وهادية، في هاد الأمور هادية كلشي ردلو البال، دوزو مع بعضهم شحال، كل مرة كيتصرف ولا كيعمل شي حاجة ماشي هي هادي، وكيحسو هما بعض اللقطات كيقولو عشية والو كدا وهادية. صافي تنسو ديك الفعل ديالو اللي ماشي مزيان، وديك التصرف اللي ناقص، بزاف الحاجات كيعملوهم، ويدي حاجات من الدراري او لميتال يهرف ولا يسمع الهضره ولا يبقى فهمتي يتور عليهم كاملين، هذا هو بنادم اللي كيكون مسيطر والمصير ديالو. ديك العائله اللي مسيطر عليها وقدا فيها الشغل ديالو واغتصبها من غير صاحبته، صاحبته تما وكدور الهضره وعارفين اللي كاين، وعارفين بإذن ديك البنات عارفين بإذن هو اللي اغتصب فلانة وكدا وهادي النهار الأول، وصاحبتو بيد عارفة هو اللي اغتصب فلانة، ومع بعضهم كيجلسو. إذن إنسان متسلط، إنسان كما كنقولو حنا بالدارجة حقر، هنا بنادم خصو يرد بالو. هادو هما الشباب كيكون فيهم شي واحد كيدعي بالقوة، كيدعي بالقوة، وكيقول لك اللي كيدعي بالقوة كيموت بالضعف. فهمتيني اخوتي؟ اللي كيدعي بالقوه اخوتي الشباب راه كيموت بالضعف، واللي كيدعي بالعياقه بزاف راه كتاخر له قبيحه بزاف. هذا هو المصير، ورد بالك، رد بالك من البنات، رد بالك من السوق ديال البنات وسوق النساء، قال له سوق النساء سوق مطيار يا اللي داخل له، رد بالك، يوريوك من ربح قنطار ويهرسوك في راس مالك. دابا هو النيه ديالو معاشر مع وحده وطايح كيرزي في وحده اخرى، وهذيك الصديق ديالو سيوقع ديما هيدا وكدا، حنا نار شبرا ما نعرف كيفاش، ومبلايين بديك الكراك وكدا، ولاو انسان بحال اللي بغو نقولو حنا جناكه، ديك الشيء هذاك خطير
الا ما كانت هذيك البليه تكون بنادم حماق كيجهل تخلطوا فيهم بليات وكذا ولات جاهله، ما بقاتش كذب كابطي راسها وكذا، واحد النهار شبره وكذا وهادي بغا فيها وكذا هادي صافي بغا يعمل فيها هذيك الشيء اللي كذا، قالت له بعد مني ما بعد مني، هو ما كانش معزين حنا كنقول لكم بنادم حكر، قامت شبره ضربها بواحد جوج طرشات واحد النص جابها في الارض وكذا وهادي عنفها مزيان صحه جرب دهايدك بالهراوه وكذا وهادي وقضى فيها الشغل ديالو فهمتي، قضى الغريزه ديالو كما كنقولوا حنايا بنادم كيكون والو هيدا ما عرفش المصير ديالو كيف سيخرج له هنا، هي كلشي يقدر وكذا وهادي وهاد بنادم هذا واخا هيداك ما كتهضر ما كتكلم، جلست مع الدراري وكذا وهادي قصارين شافوا العينين ديالهم مضروبه اش عندك وكذا، قالت لهم لا حاقه على شي حاجه وكذا هادي، ما عمرها تشكات ما عمرها هضرت مع شي واحد ما عمرها قالت لشي واحد شنو كيوقع لها مع هاد العشير هذا اللي كيجلسوا مع بعضهم، هاد بنادم اللي متسلط شنو عملت؟ ديما بقات سامره وكذا وهادي، واحد الليله من الليالي كلشي معدل كلشي كذا كلشي هادي وكلشي طايح ناعس بيهم بالدريات وكذا وهادي، وهو عاود هايدك ناض كذا وهادي كلشي مجبد كلها كذا وهادي ناض وتحشى معاها، مني تحشى معاها هي ضربتها فايقة حيد ما تحيد ما نعرف كيفاش جرا هما كاملين ناعسين دخل لواحد الكوزينه كما كيعاودوا الدراري وكذا وهادي تما عاد يصبح وتما عاد وقع الكارثه في هاد الكوزينه، ضربه من هنا لهنا بغا يقضي فيها هاديك الشغل وكذا وهادي، وهي كتشبر واحد المسمى كاين في الكوزينه وكتضربو بها جوج ولا ثلاثه الضربات، بقى بنادم كيخرخر وكلشي دمايات تما وناضت ورجعت في حالها من البلاصه فين كانت ناعسه، شبرت ديك المساداك وكذا وهادي ونزلاتو تما ورجعت من ديك البلاصه فين كان ناعس، ناضو الدراري ناضو كدا هادي ما نعرف كيفاش شي واحد جبر كدا اخا انا ضرب راسو ما نعرفش شنو شبرو ديك الموس، الدراري باقيين شباب ما عارفين والو كل كيفاه باش ضربها باش ناضت الحيحه ناضت الحيحه ما عارفين والو، فاذا ضرب راسو عمل كدا هادي قال المخزن ما المخزن وصلت قضيه المخزن وصلت القضيه المخزن جمعوا كل شيء وكذا هادي عملوا هادي جبروا خانا مقتل ماشي ضرب راسو وكذا ناض لانكيت والتحقيق والسخط وكذا ونوض من هنا وجهنا وكذا هادي، بغاو ديو ديك الدراري كاملين وهي العائله اللي قتلت، تا واحد مني جاو كيبحثوا كيبحث التحقيق والمخزن حقق وكذا وهادي كل شيء ضربها بنكره وهي بيدها ضربها بنكره، عاد ديك صحابتها البنات اذا هاد السيد هذا كيتعدى على فلانه وكذا 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 كيجبروها هي حامله منه حامله من هاد بنادم هذا، وديك العشيور اللي كيصرفوا كدا وهادي عاد عاودوا له بإذن خانا في الله كان كيرزيها وكدا وهادي، وعرفوها هي اللي قتلها هي عاد يدي 10 سنين واخرين عاد يديو 5 5 5 5 فهمتي اخوتي الشباب، علاش المخالطه قبيحه وبنادم يرد باله بزاف ورد باله من الجلسات بحال هيدا والمخالطه وهاد البليات اللي كيرزيو الحياه ديال بنادم كامل، هادو مشاو كاملين رميو هذا ما يعاود هذا، وسمح لنا بزاف وباقي ما يتعاود، وعاش الملك.